فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. وأن لا نظهر الصليب على كنائسنا. الصليب هو صورة يزعمون أنه صورة المسيح عليه الصلاة والسلام مصلوبا على الخشبة لما قتل بزعمهم لما قتله اليهود. والصليب إنما هو من إحداث اليهودي الذي ادعى أنه اتبع المسيح وتنسك بالنصرانية وهو بولس أو شاول، جاء ليغير دين المسيح عليه السلام ودس فيه كفريات، منها تعظيم الصليب، وقال لهم إنه رأى رؤيا كذا، وأنه فيلزمكم مثلا تعليق الصليب ليكون من الذكريات ومن تعلق بالمسيح عليه السلام وتذكر ما جرى له أو ما أشبه ذلك من الخرافات. فهم لغباوتهم أطاعوه، وكان الواجب أنهم يكسرون الصليب لأنه ذلة لهم وفخر لليهود أنهم قتلوا عيسى، وهذا تصديق لليهود لأنهم قتلوا عيسى مع أنهم لم يقتلوه. الله جل وعلا يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، النصارى وافقوهم وصدقوهم على ذلك رغم ما فيه من الذلة لهم، وهذا ما يريده اليهود، يريدون أن يذلوا النصارى دائما وأبدا وأن يقولوا نحن قتلنا نبيكم وصلبناه وها هو صورته عندكم، لكنهم لم يتنبهوا لذلك. فالحاصل أننا لا نمنعهم من وضع الصليب في بيوتهم أو في كنائسهم خفيا، أما إظهاره على الكنيسة أو على البيت أو على المستشفى أو على السيارات فهذا ممنوع في بلاد المسلمين. نعم. قال ولا نظهر صليبا ولا كتبا في شيء من طرق. ولا نظهر صليبا سواء على ما على كنيستهم أو على سياراتهم أو على مبانيهم ما داموا في بلاد المسلمين.